الحقوق الإماراتي، حيث قال ناشطون إماراتيون إن الأجهزة الأمنية اعتقلت وليد العبدولي النجل الأكبر للعقيد محمد العبدولي الأمين العام السابق لحزب الأمة الإماراتي، الذي قتل في سوريا في بداية عام 2013. ناشطون أوضحوا أن اعتقال العبدولي جاء بسبب إلقائه كلمة في أحد المساجد احتج فيها على اعتقال الأجهزة الأمنية لشقيقته وشقيقه مصعب وشقيقته موزة. الأجهزة الأمنية الإماراتية أقدمت على اعتقال ابنتي العبدولي ونجله بشكل مفاجئ قبل أسبوعين. معي للحديث حول هذا الموضوع رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سيدة صفوة عيسى. صفوة، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. كيف تتابعين قضية اعتقال الناشط، ما ذكره النشطاء الحقوقيين عن اعتقال وليد العبدولي النجل الأكبر للأمين العام السابق لحزب الأمة الإماراتي؟ نعم، أهلا وسهلا، مرحبا. هو في الحقيقة اعتقال وليد هو يعد الآن يعني بادرة يعني تقريبا جديدة الآن بعد اعتقال أختيه شقيقتيه موزة وأمينة وشقيقه أيضا مصعب. فالآن هو التحق بركب المعتقلين يعني والمختفين قسريا يعني الآن في سجون الإمارات. كما هو معلوم يعني اعتقل في وقت سابق يعني يوم 19 نوفمبر تقريبا وقع اعتقال إخوته، وبعده بأيام يعني اختفى وليد، وكان يعتقد أنه ربما هو اختفى عن الأنظار لأنه ملاحق أيضا مثل أخوته، ولكن في النهاية اتضح أنه وقع اعتقاله أيضا. يعني أنت تؤكدين ما قاله حزب الأمة الإماراتي المعارض بأن رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزل العبدولي في قرية الطيبة في إمارة الفجيرة واعتقلوا الأبناء الثلاثة مصعب وهو مسرح من الجيش الإماراتي وأمينة وموزة. هل فعلا يمكن توصيف ذلك بأنه اختطاف وليس اعتقال؟ هو يعتبر اعتقال من ناحية أنه اعتقلوا يعني في وضحنا يعني أمام العائلة، يعني هناك مرة عملية الاعتقال، ولكن هم مختفين لأن لا نعرف أين يوجدون الآن، يعني غير معلوم الآن أين يوجد هؤلاء الأبناء وأين يعتقلون ومكان حبسهم الآن. يعني ما نعلمه إلى حد الآن هو أنه وقع اتصال هاتفي مع والدة يعني يعني أبناء العبدولي، فقط لم يقولوا أين هم موجودون لأنهم لا يعرفون أين هم أصلا، يعني قالوا فقط أنهم نقلوا إلى مكان بعيد، يعني المسافة تبدو أنها بعيدة بين الفجيرة والمكان الذي هم معتقلون فيه، ربما تكون أبو ظبي، يعني في العادة يعني مكان بعيد زي مثل هذا يعني ربما يكونوا في أبو ظبي في سجن سري كالعادة، وقد يتعرضون إلى التعذيب وإلى سوء المعاملة وإلى انتهاك كل حقوقهم، إضافة إلى أنه الآن لا يستطيع أن يراهم أي محامي. يعني كما نعلم أن ظروف الاختفاء القسري في الإمارات يعني أصبحت معتادة وأصبحت يعني انتهاك يعني تقريبا بشكل متواصل الآن، وليست هذه الحالة الأولى، والآن التحق بهم وليد. شكرا لك رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف صفوة عيسى.